وني كمان اتفضل. يعني بس اقول لك انه الانتقاد وارد جدا ومقبول جدا على فكره، بس يكون موضوعي. موضوعي يعني بالظبط. مفيش فريق في العالم كله، لا دور على الريال، دور على المان سيتي، دور على ليفربول اللي خسران بالسبعه السنه دي، دور على البايرن نفسه اللي خسر من فريق درجه ثانيه، مفيش فريق بيكسب طول الوقت، ووارد جدا يبقى فيه دروبس، يعني يبقى فيه زلات او سقطات في مشوار فريق، لانه الكره عودتنا على كده. اكبر منتخبات العالم البرازيل كانت مستضيفه كاس العالم على ارضها وسط جمهورها وخسرت بالسبعه وهي بتضم اكبر نجوم في العالم اللي لعبوا في اكبر انديه. فخلينا بس نبقى منطقيين، الاهم انه النقد يبقى موضوعي وانه التقييم يبقى على قد الحدث. احنا بنتكلم في الاول والاخر على البايرن، وبالمناسبه لما نيجي ننزل على ارض الواقع ونحسبها بالورقه والقلم، طبعا فرص بالميراس اكبر بكتير جدا من فرص النادي الاهلي بكره، لكن هل ده معناه انه رجاله الاهلي هتستسلم؟ هل ده معناه انه النادي الاهلي ما عندوش رغبه او طموح ان هو يحسم المركز الثالث ويكرر انجاز البرونزيه؟ بالتاكيد لا. على كل الاحوال هنتكلم كتير، وخلينا اكتر نبقى باصين، لانه الحقيقه انا بشوف البطوله دي للجيل ده من لعيبه فيها فوائد كتيره جدا، هنتكلم معاها مع حضراتكم فيها بالتفاصيل.